دابا بالنسبه لهذا الموضوع ديال الكلاب ضاله، اولا كنترحموا على الفقيد وكنطلبوا الصبر والسلوى للاسره ديالو. اللي عرفنا بانه تم يعني الوفاه ديالو بسبب الخوف والهلع بسكتة قلبية مور ما يعني جروا موراه شي كلب ضال ولا كلاب ضالة. حنا بطبيعة الحال كنقولوا في هذا الموضوع هذا بالذات بأن الجماعة تحمل مسؤوليتها كما كنا كنقولوا ديما، تقع المسؤولية الكاملة على الجماعة طنجة، لأن الجماعة مطالبة بأنها تعالج هذه الظاهرة ديال انتشار الكلاب ضالة بطريقة علمية وعملية. وراه تم الرصد ديال ميزانية ديال 15 مليون ديال الدرهم منذ سنتين إلى ما كذبتش، لان التوقيت ما ضبطوش مزيان، حق كنظن انها تقارب سنتين. هذا المشروع هو بناء محجز الكلاب في حجر النحل، والتعقيم والتعقير ديال هذه الكلاب الضاله يعني الجمع ديالها والتعقيم ديالها بالتلقيح من جميع الامراض اللي فيها، وكذلك التعقير باش ما تبقاش تولد وتكاثر، ويتم الانخفاض ديال هذه الشهاده بطريقه عمليه، ماشي بديك الطريقه العشوائيه اللي كيخرجوا مره كيقتلوا ثلاثه هنا مره كيقتلوا ثلاثه لهيه، وفي الاخير النتيجه كتبقى هي هي، وكيبقى الانتشار ديال هاد الكلاب ضاله في جميع الاحياء ديال مدينه طنجه. وانا كما قلت هذا المشروع انا الاوان انه يتم التسريع ديال الوتيره ديالو، خصو يخرج للوجود، خص التعقيم والتعقير يبدا من دابا قبل ما يوجد المحجز. ما كاينش مانع انهم يبداو يعقموا ويعقروا من دابا على ما يوجد المحجز. وهذا المشروع طبيعه الحال متاخر كما تاخرت مجموعه من المشاريع اللي كتساهم فيها الجماعه الطنجيه للاسف. وكانت واحد الزياره مؤخرا ديال رئيس المجلس الجماعي، ويبدو بان الاشغال تتقدم، ولكن حنا مازال ما صراحه ما زرناش المكان، وكنتمنوا بانه يجهز في اقرب وقت ممكن باش نبقاو نشوفوا هذه الظواهر هذه، وخاصه المحافل الدوليه اللي غتحتضنها مدينه طنجه. وهذا التكاثر الكبير ديال الكلاب الضاله خصو يتعالج بطريقه علميه وعمليه كما قلنا، باش نساليو هذه الافه وتبدا تنخفض تدريجيا الاعداد ديالهم، ونتهناو من هذا المشكل حتى المواطنين يرتاحوا شويه. يعني انتم ضد الاباده ديالهم؟ لا دابا حنا ما بقاش قرار، ما بقاش دابا الكيسيون، ما بقاش السؤال واش ضد ولا مع. دابا كاين مشروع ب 15 مليون ديال الدرهم راه تعمل، خص غير العمليه تبدا، لان دابا يتم التحجج بانه باقي ما تبناش المحجز. الحق هذا ما كيمنعش انه يبدا التعقيم والتعقير ديالهم. اما المشروع اللي جابته الوالي السابق بفضل الموجودات ديالو كانت تحال على الجماعه، والجماعه مسامه فيه 5 مليون ديال الدرهم، يعني المجموع 15 مليون ديال الدرهم. كنقولوا انا الاول انه يبدا هذا المشروع ويخرج الارض الواقع. هي ماشي بجماعه طنجه فقط، ولكن جماعة طنجة كمدينة كبيرة وكمدينة كتحتضن واحد المجموعة ديال الفعاليات الدولية وملتقيات وما إلى ذلك، راه ضروري أنه يتم التعاطي مع هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.